حتى اللسان يعتبر تبعا للقلب. حتى قديما كانوا يقولون لسان الفتى، هذا زهير بن أبي سلمى يقول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. النصف هو اللسان والنصف هو القلب، الباقي صورة لا معنى له. هذان هما جوهراء الإنسان، القلب واللسان. وقد رووا أن لقمان الحكيم وكان عبدا عند سيده أمره أن يذبح شاة وأن يأتيه بأحسن ما فيها، فذبحها وسواها، ثم جاءه بطست فيه القلب واللسان، فقال يا سيدي هذا أحسن ما في الشاة. قال وبعد أيام أمره أن يذبح شاة وأن يأتيه بأسوأ ما فيها، فذبح الشاة وسواها، ثم جاءه بطست إناء فيه القلب واللسان. قال له يا هذا كيف آمرك بأن تأتيني بأحسن ما في الشاة فتأتيني بالقلب واللسان، وآمرك بأن تأتيني بأقبح وأسوأ ما فيها فتأتيني بقلبها ولسانها؟ قال له يا سيدي لا أحسن منهما إذا حسنا، ولا أسوأ منهما إذا ساء، لكن العرب يقولون إن الكلام لفي الفؤاد لفي القلب، القلب هو الأصل،